مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيجدني أرد الشرف إن شاء الله ذي المجالس إدي في الدون لهذا ربي سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيد المجلس سويس 4 من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي. كتاب الصلاة يثمثم في كتاب الصلاة يفكيغد خلاصة مركزة فاركيست سي فاركيزين من الإسلام وهي الصلاة. القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله قدم لنا خلاصة مركزة عن الصلاة وأحكامها وأنواعها بطريقة متميزة. إفكاسي البذم يلهان مليح. وقبل نبذو باش نهضر في الأحكام الفقهية لديوسان في كتاب الصلاة إلى قنظر حديث ابن عمر رضي الله عنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. الإسلام يبنى في 5 فركيزين. ثم زوروث التوحيد يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتساقيت تسارس الجنة، مفتاح الجنة، مفتاح الدخول إلى الإسلام، اعتناق الإسلام، إعلان الشهادتين، وتلي بصيغة المفرد أشهد مسؤولية. يناديني إن كان الشهادة باللي ربي ون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا الرسول إدي شجع ربي سبحانه وأن محمد رسول الله. في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قل هو الله أحد فمن يكفر بالطاغوت سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ند العلماء تصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم تصديق بجميع النبوات، يعني مادام ربي شقعد امشقعن الله أرسل الرسل تترى الميزان قالوا ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. مادام نومن صربي أين كيغدي شقع نومن يسن أكن ملان للناس نكون مرحبا يسون لا أسلم أنوان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات كما في سورة البقرة. ثورة بعد الدس تظليث يعني ثاركستيس تظليث. إذن الصلاة عماد الدين الركن الثاني بعد التوحيد تظليف، الركن الثالث الزكاة، الركن الرابع صيام رمضان صوم رمضان، الركن الخامس حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. الصلاة مفتاحها الوضوء تسلسيس للوضوء وزمرة بدمالي الظل سوى ما يسعى الوضوء كما أسلفنا
والطهارة طهارتان، طهارة أصلية أو طهارة مائية وهي الأصل، وطهارة ترابية التيمم بالصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا، سورة المائدة الآية السادسة، سورة النساء الآية 43. إذن فلا الأصل إلى البدل، الصلاة مفتاحها الوضوء وشعارها الأذان، شعار تظلث الأذان أنسل الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم ندى المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أما الساعة ذنسن وقدر في ذن الأذان أزكى يوم القيامة ربي سبحانه يرفض الشان سن قيمة سن علي، يعني قرون سن علي. طبعا تجي ساعة المعاني سنذكرها حينما تحدث عن موضوع الأذان. ونورها الركوع، ساعة الركوع، وبرهانها السجود، وركنها التشهد، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الصلاة من الله لعباده رحمة، صلاة الله على عباده رحمة، صلاة الملائكة على الناس استغفار، وبين المؤمنين من المؤمنين دعاء. سبحان الله، سورة الفاتحة وهي السورة هي أم الكتاب، سورة الفاتحة ذنستي تسمزول في النسخة، فاتحة الكتاب تصق اسم النساء سيسن اسم الصلاة، الفاتحة تسمى الصلاة الكافية الوافية، السبع المثاني، أم الكتاب، الشافية. من أسماء الفاتحة الصلاة، من أسماء الفاتحة الصلاة. في سورة الفاتحة تصق اسمه الساعة وقال لكم إسلام مرد الوافية الكافية والشافية. وسبحان الله، يعني سورة عجيبة بها يفتتح القرآن الكريم. والحديث ناد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء حينما تعاملوا مع هذا النص، مع هذا الحديث، حصل بينهم اختلاف في الرؤى، مخلف نيث مغلي. لأن العلماء، هناك علماء اللي قالوا أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، يعني اللي يصلي بلا الفاتحة صلاته غير صحيحة، بمعنى لا صلاة صحيحة، زادوا لها الحكم لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن من العلماء منهم الأحناف اللي قالوا لا صلاة كاملة، يعني وسنكمل على خاطر الأحناف إنك يا رب سبحانك أزغرض ما تيسر من القرآن، الذي يقرأ في الصلاة ما تيسر من القرآن صلاته صحيحة، هذا رأي الأحناف. وجابوا دليل آخر عقلي منطقي، لو كان واحد منا يجي باش يصلي صلاة الجماعة ويلحق مع الركوع ويركع، لم يقرأ شيئا يلتحق بالركوع، هل تحسب ركعة؟ الجواب نعم، ركوع بسجدتين. ويناد يوظن ديك الشمال الجماعة دي فتظل الجماعة يلحق كان الركوع، إناد الله أكبر يركع الشيخ يركع يجلس ميقفوك الشيخ، هل طار الحسب فاز الركعانين خاطئ؟ الجواب أتنحسب أتسوحسب
ما دامت تحسب. إذن ليس شرطا. المهم النقاش فقهي نعطي نفتح أقواس باش نقولوا إذا اختلف الفقهاء يختلفون بحجة وبرهان. ما لم خلفني مسناون أذم خلفني استمسني كون هذه فكرة رئيس هذه فكرة مغليس. إذن كي نأخذ هذا الحديث لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلى الفهم ديننا لا صلاة صحيحة أي لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. إلى الفهم ديننا خاطئ. لا صلاة كاملة. الفهم الأول نفي الصحة، الفهم الثاني نفي الكمال، نفي الصحة نفي الكمال. وقدر الله أنه تظليث الصلاة هي معراج المؤمن يوميا. عندنا خمس صلوات في اليوم والليلة، خمسة ظلة. ولما إلا ثقيل الفرائض طبعا فروض العين خمس صلوات في اليوم والليلة معراج، وهي صلة بين الإنسان وربه، بين العابد وربه. ذا شو ديننا القاضي عبد الوهاب البغدادي كتاب الصلاة إنت الصلاة ركن من أركان الدين ومعالمه، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. إذن فالصلاة ركن من أركان الدين بل هي عماد الدين. الصلاة ركن من أركان الدين ومعالمه ومما بني الإسلام عليه، هكذا يقول المصنف، وهي في الشرع على خمسة أقسام. إذن القاضي عبد الوهاب البغدادي إناد فظلت ساعة خمسة الأقسام قلان، خمس أقسام. ما هي؟ فرض على الأعيان وقيل لم زواله والسن، وفرض على الكفاية وثلاثة، وسنة وأربعة، وفضيلة وخمسة، ونافلة. القاضي عبد الوهاب ممن دقق في هذه المسألة جدا، كما وتميز بهذا الأمر عن سائر فقهاء المدرسة المالكية. من بعد تكمل ينادف الفرض على الأعيان ذا شو ذا الفرض؟ فرض العين يناد الصلوات الخمس. هاثني في القسم الأول ذوى، هذا هو القسم الأول يعني الصلوات الخمس، خمسة ظلة. وهي الآن يعني أنت ديني هي معروفة ولكن يذكرها في متنه الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. السؤال لماذا بدأ بالظهر؟ نحن في عرفنا نبدأ بالفجر، ما سوى خمسة ظلة، خمسة السنة الفجر من الصبح، الطهور الظهر العصر المغرب العشاء. القاضي عبد الوهاب بدأ بالظهر، يبدأ الظهر لم يبدأ بصلاة الفجر لسبب بسيط، أن الظهر أول صلاة ظهرت. ذنسف يتظلف ثمزواروث يقزل سيدنا جبريل أكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ثمزواروث. وتسمى الظهر لسببين، الأول لكونها أول صلاة ظهرت، الثاني تصلى بالظهيرة سبب الوقت. اسمي طهورنا الظهر سنة السبات ثمزواروث إمي ذنساثي دي ظهران ثمزواروث ذنساثي قزول أنفي صلى الله عليه وسلم ثمزواروث وكذ جبريل إمي سي السلمذ في الظلة السبات في السناث
شد غل وقت شد غل وقت خطر توصل بالظاهرة. فالفرض على الأعيان الصلوات الخمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. في الاصطلاح يسميو الظهر والعصر الظهران، المغرب والعشاء اسمي سنت العشاءان. من بعد شو دينا؟ ووجوب الجمعة طبعا على ذكور الأمة داخل في وجوب الظهر. صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض، ولكن على الرجال دون النساء، والرجل ما إلا مسافر تسقط عنه الجمعة إذا صلاها فتصح، وإذا لم يصلها فذمته ليست مشغولة بصلاة الجمعة. إذا شو دينا القاضي عبد الوهاب؟ ووجوب الجمعة داخل في وجوب الظهر، خطر يون الوقت نسنت، لأنها بدل منها. علل الأمر قالك لأنها بدل منها، حنا يوم الجمعة ما نصليوش الجمعة والظهر، نصليو الجمعة، واللي فاتو صلاة الجمعة يصلي الظهر، ونزويرا نزل سناث أنزل الجمعة ونرنو طهور، خاطي. وين يزول الجمعة الله يبارك، وين نزول الجمعة إما ما كدن هذا مسافر يسعى العذر يسعى السبة نغف فاثث أثفاثث أتزل ضد طهور وتزل لا السناث لأنها بدل منها. أشو قال المصنف؟ إذ لا يجتمع وجوبهما، لا يجتمع وجوبهما، ما نقدروش نقولوا الجمعة واجبة والظهر واجبة. إيو ذيك سنت براءة الذمة تتحقق بأداء إحداهما. داين أتيزدي ضيارك ضربي الصفاض مزود الجمعة نغ أطهر لأنهما يتعاقبان. وقيوك الكلمة قي في الفرض على الأعيان يغدي شرح ثورة. والفرض على الكفاية، فرض الكفاية، فرض الكفاية ذي الشرع شو المعنى يس؟ المعنى يس إذا قام بها البعض يكفي، يكفي معناه سقط الإثم عن الباقين، لا يؤاخذ الباقون الآخرون من المكلفين. وجي مع الإصفر كفاية ميخذ متسيون ثورة مثلا رد السلام، رد السلام فرض كفاية، ما دي القيم الغاشي دي الجماعة دي عديون ديني السلام عليكم أثيريون ماشي أثيدرنياك ميراثيون بركة، فرض كفاية يكفي يعني يجزئ عن الآخرين. صلاة الجنازة ذو الفرضة ولكن فرض كفاية، يلقى ينسل من يتسلسس وين يموثن الظل الفلاس أو وين يموثن يسعى الحقوق في قادي تسيدير في انسلمن سيكسن إلى قد ظل الفلاس صلاة الجنازة. ولكن سبحان الله تخفيف يستخفف ربي في اللانغ يجالس على الكفاية، ماشي وكثر درت ذكرناك في الظل ما ظل في الناس ثلاثة أربعة عشرة عشرين ثلاثين أين ظل يكفي، ماشي يوكي نسلم ظل في الناس خاطئ. ولكن أكن كثرا إم ظل أي خير، وين يظل صلاة الجنازة إنسى يسعى على جر
الذي يصلي يحضر صلاة الجنازة ينال أجرا وفيرا، هو مستفيد، ولكن ذا الشخص الميت يستفيد كلما كثر سواد الطائعين العابدين المصلين كلما يكون الأجر أكبر. والدعاء الذي يرفع إلى رب العزة جل جلاله ينفع الميت، وينكني مثن ما ظلم في الأساطاس. لذلك من السنة أنه تخم ثلاثة الصفوف، ولما يلغوا سند الشوط الغاشي فرقيتهم في ثلاثة الصفوف، إن شاء الله هذه قبل ربي. إذن والسنة والفرض على الكفاية، القسم الثاني، والفرض على الكفاية الصلاة على الجنازة. القسم الثالث والسنة على ضربين، ذا صلاة السنة على ضربين، يعني ذا صورتين. الصورة الأولى سنة مبتدأة، إما لأوقات نغ لأسباب. أشو المعنى؟ إما لأوقات وإما لأسباب تفعل عندها. في الأول هو السنة المنفردة، ثقي مربوطة بوقت، السنة المنفردة مربوطة بوقت، وهي خمس صلوات. الوتر، صلاة الوتر، هل تصلى صلاة الوتر الآن؟ لا، تصلى بعد العشاء. صلاة الوتر تأتي بعد صلاة العشاء أكاد، وتصح بعد غياب الشفق الأحمر. تظلت الوتر وتظل ثقي الوتر ساعة لجر ذم قران، سيأتي بيانها باش كل يوم دينا هذه سوء الحرص ورغفلة تظلي في الوتر. تظلان أنزل تظلي في العيشة أن بعد وين يفغان هذه الظل الشفع سنة من ركعات وذير الوتر يوث، الله يبارك بعد العيشة ما يفغى التوخر ألما ما يذمغ أذي يخدم قيام الليل أكني خير أذي يخدم تظلي الليل القيام بالوتر، كما نفعل مثلا في رمضان خاصة، لأن عموما قيام الليل يكثر في حياة المسلمين في شهر رمضان الفضيل. فيغدينيغ هناك من يأخذ بالعزيمة، هناك من يأخذ بخلاف ذلك بالسنة العادية، الزرد الوتر بعد العشاء. ولكن وين يبغان بالعزيمة، تأكد من نفسه أو غلب على ظنه أنه أذكر أقفل الفجر يصلي ما تيسر، وذي يختم تظلث النيس ينس القيام. وصلاة الليل هي أفضل الصلاة، هي أفضل الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات. وليش تظلي في ساعة لجر ضم قرآن بعد الفرائض، بعد خمسة ظلة في قيد الفرائض، وليش ساعة لجر ضم قرآن أم تظلي في الدقيض صلاة القيام أم بعد هذه الظل صلاة الوتر يختم بها. وذيك التفاصيل مليون كرد مثلا تزول الشفع الوتر إذا بقي وقت كافي لصلاة الشفع والوتر وذا سيرنو الرغبة الفجر والصبح ذلك أولى، ما يلونش الوقت هذه الظل كان الوتر، ما يلونش هذه الظل مباشرة الرغيبة وذيرنو الفريضة، ما لولاش سوى الفريضة يوصي الفريضة، في تفاصيل فقهية. والسنة على ضربين، سنة مبتدأة إما لأوقات وإما لأسباب،
بعدين فالأول هو السنة المنفردة وهي خمس صلوات: الوتر وصلاة العيدين، العيد تم شطوح، العيد تم قرات. فإذا ذي السنة حكمها السنة السنية، وصلاة كسوف الشمس يطيج ما يخصفكني، طيب يجوز نقوله الكسوف والخسوف يعني، وكان وصولها نفصل في هذه المسألة، يجوز المصطلحان رغم الخلاف الموجود بين السادة أهل اللغة، منهم سيبويه وهو القطب اللغوي الكبير أم قرآن حدث بول أم قرآن، والزمخشري والفراء وابن جني وكذاكي الأقطب أجم قرآن، سيأتي البيان في الوقت المناسب، ولكن يصح باش نقول خسوف القمر وخسوف الشمس في زوج، وكان اللي فرق بين الخسوف والكسوف. صلاة كسوف الشمس والاستسقاء، تظلث من الاستسقاء يعني باش ديفك ربي الغيث، ديفك ربي الهوى، السنة. واختلف في ركعتي الفجر، ذكر الخلاف القاضي عبد الوهاب البغدادي، ذكر الخلاف. وطبعا إخواني في المسائل الخلافية تتسع صدورنا له، في مسألة عندما خلف عادي وليش يسور عند ربي سبحانه يبغى يفصل في المسألة قطعية قطعة فيها سم خلافة تصليت المغرب هل ترى عندها ثلاث ركعات ولا أربعة، باين ثلاث ركعات قطعية، صلاة العشاء أربعة، صلاة يعني إلى آخره، ولكن كان أمور صار فيها خلاف ليس فيها إشكال. وكان قلت صلاة الجنازة اللي ذكرناها قبل حين فرض كفاية عند جميع العلماء، ولكن كيف تؤدى فيها خلاف، أنك تنخدم عدد التكبيرات، ماذا نقول بعد كل تكبيرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأكبر، صلاة الجنازة سيفدي ورسع على الركوع ولا السجود، صلاة لا ركوع ولا سجود لها ولا أذان ولا، ولكن ذا شدني للتكبيرات ليس الخلاف، يا هل ترنح مباشرة من الدعاء الله أكبر دعاء الميت، نقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية هل دعاء للميت، نقرأ الصلاة الإبراهيمية، مسألة فيها خلاف. ونحن في المدرسة المالكية عندنا أصل كبير من أصول المالكية اسمه مراعاة الخلاف، هذا الأصل الأصيل في المدرسة المالكية يرفع الحرج عن الناس. ذي المدرسة المالكية المذهب المالكي إلا الأصل اسمه مراعاة الخلاف، ما يلتخذ مذكان الدعاء مباشرة يجوز، ما تغرض سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى يجوز، بعد التكبيرة الثانية درسات إبراهيم يجوز، في تفاصيل متعلقة بصلاة الجنازة أيضا ستذكر في حينها. والمسائل الأخرى أيضا يكفي مثال نظن أن دليل الخلاف هي الفقهاء، وإلى قرأ أن ضيق مرنسل مخلف عادي، لأنه الشريعة تسمح بالخلاف. سورة كلمة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلى قال مخلف. حتى واحد من العلماء حيث حصل الخلاف يجب أن يحصل الخلاف، يعني لنت الأسباب. لذلك ابن قيم الجوزية أشار إلى هذه المسألة بالتفصيل، والإمام الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام أيضا، والعز بن عبد السلام الذي يلقب بسلطان العلماء، والإمام القرافي في المدرسة المالكية
صاحب كتاب الذخيرة، والإمام عبد الوهاب البغدادي صاحب هذا المصنف كتاب التلقين، وصاحب كتاب المعونة أيضا من الكتب اللطيفة الجميلة في الفقه المالي. يعني مسألة عادي، النتيجة لا يجوز أن تضيق صدور المسلمين لما وقع بين العلماء من خلاف. في غادي نغيو إلى قران ضيق، الشرع عندنا غيوسع نكون إلى قران صديق بدا في التمثال مخلف. لذلك ركعتي الفجر مباشرة كان ذكرها، أشار إلى هذا الخلاف القاضي عبد الوهاب. إن واختلف في ركعتي الفجر، هذوك ركعتين اللي نصليهم قبل الصبح قبل الفريضة، نكون قارص الفجر، لكن فرقية استقبالي تظليت الفجر تظليت الصبح تفرى. يا أخي نمسفهم نمسفهم، المهم نمسفهم باللي ثقي الفجر ثقي ثم زوارث، ماشي ذا الفرض، ولكن المادة ماشي ذا الفرض. يا إما تسيلي ذا السنة نغضى الرغيبة لأنه قال سيسمان السنة أظل السنة الفجر، ولكن أظل رغيبة الفجر تسمى سنة ورغيبة. أشار إلى هذا الخلاف قال واختلف في ركعتي الفجر، فقيل إنهما سنة وقيل من الرغائب، رغيبة الفجر نغسنة الفجر أكد صحة أكد صحة. من بعد ما ذكر هذا هو الأول، خطر الندوة السنة على ضربين، الضرب الأول ما ذكر من أنواع السنة في خمسة، الضرب الثاني والثاني ركعتا الطواف، ركعتا الطواف يعني الإنسان كيدير الطواف، طواف سبع أشواط، طواف ماشي ركعتا الطواف معنا ركعتي الدخول، لا فينا الطواف تحية المسجد كما قال ابن عرفة المالكي إند لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. مالكش بنادم غا الجامع هذه الزال تحية المسجد هكا يسميس، أي غير يسميس تحية المسجد خطر بسبب دخولك المسجد. لذلك المصنف شوف التصنيف الدقيق قال والسنة على ضربين، الأول إنك مربوط لأوقات بأوقات كما الوتر كما صلاة العيد كما في كذا سنن، ولكن مربوطة بأوقات الفجر، ولكن الثاني الضرب الثاني لأسباب. فذكر المثال هذا اللي هو ركعة الطواف. إذن تحية المسجد هي من سنن الأسباب، معناه بسبب دخولك المسجد تصلي ركعتين، ولكن ذكر الفقهاء شرطا آخر بنية المكوث لا العبور. يعني يون ما إلا يشمغ الجامع أديك شمثورة باش هذه قيمة هذه رجل عيشة هذه الظل تحية المسجد نمس فهم إما إلا ذم سفريد يعدد السيهين باش هذه فالسيهين وريد ظل ركعتين يعدي قادة تفضل الجامع يسا ثبوت سيان يسا ثبوت سيان يشمد سيان يفغ سيان خطر نغ الخدام اللي يخدم داخل الجامع صافي كل ما يدخل يصلي ركعتين يولي فيه حرج.
والشريعة ترفع الحرج. ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج. وين جاية هذه الآية؟ سورة الحج الآية الأخيرة 78، الآية 78 وهي الآية الأخيرة. إذن ثقي اسم تحية المسجد هي سنة ذات سبب، كما سنة الوضوء يلمق الوضوء يصلي ركعتين، بسبب الوضوء تصلي ركعتين إذا أردت مثل غير مثل الوضوء تزال ركعتين. ولكن ذا ماشي وقت وقت الحل، شرط آخر، وقت حل النافلة ماشي تصلي تتوضا قبل المغرب وتقول صلي ركعتي الوضوء، لا لا، لأنه ولاش النافلة، ولاش النافلة بين العصر والمغرب. يناد ركعة الطواف، الإنسان كي يدير الطواف بسبب الطواف يختم طوافه بركعتين يصليهما متجها إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، أو يصليهما في أي مكان. مش لما إلا هو الأفضل تصلى خلف المقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موث في ضراء فيه زحمة ازدحام، ولا الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. صلي ركعتي الطواف في أي مكان في المسجد الحرام، طبعا متجها إلى الكعبة المشرفة أو القبلة. بعد شدهنا وقيل والثاني ركعة الطواف والفضيلة، القسم الرابع من أقسام الصلاة والفضيلة، ذا شو دينا ذاكي تحية المسجد. إذن هي فضيلة ذات سبب حسم في المسألة. القاضي عبد الوهاب ذكر رأيه في الموضوع إفراس ينات تحية المسجد تعتبر فضيلة، وصلاة خسوف القمر. إذن هو نفهم بأنه انتصر لرأي اللغويين الذين يفرقون بين الكسوف والخسوف، فربطوا الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. الدليل سلامس، وصلاة خسوف القمر أقول مريت غمكني، إما خسوف كلي خسوف جزئي، إما غادي فر ياك غادي فر شويط غادي ظهر شويط. وقيام شهر رمضان فقي اعتبرها فضيلة، التراويح نزلة يا اخي ذا انتظرام ذي الوقت سيدنا عمر بن الخطاب يجمعين سلم مرة وفظلثن التراويح جماعة خلف إمام واحد، وثقي من السنن إغدجا الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتفق مع أصول الدين في القرآن والسنة. الأفضل فيه خير للمسلمين، إولى الخيرية. لو كان كل يوم دين غادي الظل فظل ثم تراويح واحد سلقخان ثم زواروث إزمرا ذي للتهاون تقصير ونسعر العزيمة ثم قرانت ذي قخان من النغ أسكا سنة الظل ركعتين أسكا أربعة أسكا نيمة لك عشرين من بعد بركة تجرب. ولكن ما إلا غنروح للجامع تجفذاغ ثبوياغ أندي زواروول إذ بعيث ظار فندم المصلين وريع قويار ما يظل صلاة الجماعة أكني ذيك سن خير. ولا انت اجتهادات الصحابة، اجتهادات الصحابة
الصحابة كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله إنك سعني نرسين وياض أكن ملان رضي الله عنهم أجمعين. جمع القرآن باجتهاد من الصحابة جمعت حين بعد اسمي سيدنا عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق أخذ حاجة اسمي أشار إليه عليه بهذا الله يسمى شيخ محجوت يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ليس والله إن فيه خير للإسلام إلا ليس الخير تجمع فيه والحمد لله فيه دون نسخة. والقرآن كان محفوظا في الصدور قبل السطور لأن الله أنزل القرآن نزل القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدار 23 سنة. القرآن ينزل هدى ربي في النبي صلى الله عليه وسلم شويت 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 باش هذا يسهل. لو كان ينزل ضربة واحدة من سورة الفاتحة إلى غاية سورة الناس يصعب على أي إنسان. وما أدرك على الأميين، ربي قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ربنا عز وجل نزل هذا القرآن منجما موزعا من أسباب ذلك هذه تسهيل حفظ القرآن الكريم. طبعا الآيات ذي القرآن لو أن ذات تسبق بالتزكية يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إلى أن ذا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني حسب اختلاف الآيات. أي غير دنيغ أولاقي باش كان دينيغ باللي أن تحدثنا عن الفضيلة قيام شهر رمضان فيه خير للإسلام دايا. وقيام الليل بالإطلاق خطر القيام ماشي كان دي رمضان قيام الليل عبر صحيح في رمضان تجتهد العزمات والإرادات أكثر من سائر الشهور ولكن قيام الليل إلها سقوس كامل ومسع البنر يحضروا. على بالكم من حكم الله عز وجل في العبادات فيها نقطتان. النقطة الأولى أنها تنوعت وتعددت. الأمر الثاني أنها توزعت تنوعت توزعت. شو المعنى يس تنوع في العبادات إلى كلش إلى تصلي التسبيح الذكر كذا والصيام والزكاة والحج والعمرة هذا هو التنوع ماشي عبادة واحدة في تنوع. والحمد لله من عظمة الإسلام وسبحان الله في تنوع لطيف. ومن بعد قلوب الناس كل مرة عندها تجتهد أكثر تجتهد ومن الناس تلقى واحد يجتهد في الصلاة رمضان رمضان كاين حتى يجي شهر رمضان تلقى واحد اخر في الصلاه لا يجتهد القيام وكذا قلت حاض باش نوض ساعه قبل الفجر ما نوضش ولكن الصيام ما شاء الله الايام البيض الاثنين الخميس عرفات عاشوراء تسعة عاشوراء يجتهد سبحان الله تنوعت وتوزعت معناتها ماشي في وقت معين ها كنسمعوها شهر رجب يا سعد اللي يستثمر شهر رجب يستثمر الأشهر الحرم هو يجي شعبان هو كذا وبعدين جاء رمضان بعد رمضان هو شوال ستيم تاع شوال مخل كان وبعدين ديس ذو القعدة ذو الحجة يشمل الحج نسأل الله أن ييسره على المسلمين وأن يرفع هذا المانع هذا الوباء عن البشرية قاطبة يعني أثير في ربي وطنقي باش إن شاء الله هذا دوالة العبادات دوال الحج والعمران ذني الأخير توزعت عبر العمل وبعدين
صار 24 ساعة حتى في الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني هذه هي العبادات. بعد شدينا وقيام الليل وسجود القرآن، فهي فضيلة من الفضائل. سجود التلاوة، نحن في المالكية عندنا 11 موضع لسجود التلاوة، مدو في هذا الآياني 11 مرة نزل تراويح مد نبض الآياني نسجد مفقر القرآن في بض الآياني تسجد. وثقي فضيلة ماشي ذي الواجب، وإلا ممكن المدرس الأستاذ يقرر التربية الإسلامية الشريعة ماشي كل ما يقرأ الآية راح يسجد، لأن هي فضيلة، فهي فضيلة. ولكن سبحان الله ما قال القرآن إنه يسجد لآيات السجود، يعني عند قراءة آية السجود القارئ والسامع، القارئ والسامع. واحد منكم يقرأ القرآن وانت راك تسمع، سجد سجد، انت ما راكش تقرأ انت تسمع. يقرأ يسجد التالي القارئ والسامع. أما ذوين يطفن صغير فاسني سيقار القرآن ميد يبض اللايا سجود التلاوة أذ يسجد، ذا وين يسدي سمحسن وين يسدي السلام مولاش الحرج، مولاش الحرج ماشي يمشي في طريق وذاك يسمعوا يتلو القرآن يقول مادام هو سجد أنا سجد في طريق، تثير انتباه. لأنه الإسلام يعلمنا أيضا الأدب ويرفع عنا الحرج، ويخدم رانا عندنا التضييق في لنا، خطر في هذه كلها أحكام، أحكام وآداب. لذلك أيغر كتاب الموطأ عالم المدينة الإمام مالك رضي الله عنه وعن الجميع، اسم الكتاب اسمه كتاب فقه وحديث، رناس العلماء وأدب، إلى ذيك الفقه، إلى ذيك السنة الحديث، إلى ذيك الأدب، لأن العبادات تعلمنا الأدب. تصرفك العبادات الهانت ذا الجر ذا الطاعة إلى آخره، ولكن إذا تربينت في تصرفك في الأدب. من بعد شو دينا؟ والنافلة، القسم الأخير والنافلة، ركعتان بعد الظهر وبعد المغرب، صنف ركعات بعد الظهر، صنف ركعات بعد المغرب، وقبل العصر سناث، ووقت الضحى، ثقيل النافلة تعتبر في حكم النافلة، ولكن تسمى الضحى، تصلي ركعتين، صنف ركعات، مغرب عام، ستة وثمانية، وسائر، هكذا قال المصنف، ما يتنفل به ابتداء غير متعلق بسبب يقتضيه ولا وقت بعينه إلى آخره. ثم لشدينا المصنف فصل الأوقات وقتان، هكذا يقول الأوقات وقتان، وقت أداء ووقت قضاء. أولا المصنف عبد الوهاب ينيس أوقات، ولكن الإمام مالك اسميه وقوت، الإمام مالك سماها وقوت الصلاة، وقوت. ولكن القاضي عبد الوهاب اسميه أوقات، كلاهما صحيح، ولكن ثق الصحة ثق الصحة. ذا شو ما ثني ضد وقوت على وزن فعول،
جمعوا كثرة، جمعوا كثرة، مثند أوقات جمعوا قلة. ولكن قولوا يا الإمام مالك سبحانه، هاو خمسة، خمسة الأوقات قلة، علاش تقول وقوت كثرة؟ علاه؟ ولكن القاضي عبد الوهاب إنه كان أوقات، وربينا دي الظليث دي القرآن في سورة النساء الآية 103، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإمام مالك إند وقوت الصلاة جمع كثرة لسببين أو لأحدهما. سبب مزواروف لأنها تتكرر الصلوات في حياة الناس، ماشي خمسة ظل كان ينزل وبعدين خلاص، لا، يوميا خمسة ظل، خمسة ظل، خمسة ظل، صافي. الإمام مالك قال لك لذلك سميتها وقود الصلاة، استخدم جمع كثرة، خاطر تظليت ويحبسها بدن تظليت كنفغو إلا ولا ما يهلك يظن ذي الظل إلا ذي الفقه. باب اسمي صلاة المريض والعاجز، في أصلا تسلم منك ظل سيف الدي، صلي قائما ملزمي ضرا سليمي فجالسا قاعد ملزمي ضرا فعلى جنب، ولكن في ذي سيخ أي فوس نغاز الماض يوك التفاصيل. ولكن ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أعبد رب المثمث وقيل المقصود. لذلك وقيل السبب، السبب الثاني يا أخي الزران ذي رحلة المعراج ذي ندي فرض رب سبحانه وتظلث في النبي صلى الله عليه وسلم في الفين سلم المرة 50 صلاة، 50، وبعدين سأله التخفيف أما كنت زر من القصة من بعد قلت 5 صلوات. ولكن إنه هي 50 في العمل و50 في الأجر، وقي سبب آخر. إذن إذا قال وقود الصلاة يسعى الحق الإمام مالك، ماذا القاضي عبد الوهاب يسعى الحق؟ ثورة مدينة الأوقات وقتان، وقت أداء ووقت قضاء. وقت أداء يعني إنسان كي يصلي صلاة نتاعو في وقته، ولكن داغ فينا إلا تفاصيل الظهر ساعة الوقت وقت فضيلة عند أول الوقت يرفع الأذان صلي الظهر وقت فضيلة. ولكن إلى الوقت الاختياري ما إلا يدن في الوحدة، الوحدة ونص مازالك للاختياري، الزوج، الزوج ونص، ثلاثة، كل هذا الوقت يسميه وقت اختياري. والفقهاء يقولون في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري أوقعت صلاتك أو أديت صلاتك فهذا وقت أداء. بالميث الظلظ ذي الوقت الاختياري يكشم وقت الطهر مثلا في الوحدة، في الوحدة الوحدة ونص، الزوج زوج ونص، ثلاثة، يكون وقت الميث الظلظ قلت ذي الوقت هذا وقت أداء. بل أكثر من ذلك، لو كان واحد يجي باش يصلي العصر عندها 4 ركعات، أنت صليت الركعة الأولى ثم رفع الأذان للمغرب، معناها يبض المغرب يكشم، أنت تعتبر أديت صلاتك أداء لا قضاء، لا قضاء، ماشي غرم يستغرم، هذا فضل من الله في تفاصيل سيأتي بيانها في وقت لاحق. ووقت قضاء، وقت قضاء ما يليون فثي تظلي فيس أذي غرم تظلي فيس ذمته مشغولة تظلي، وهذا المفتى به في عند السادة المالكية منذ سن التكليف، أمذان بيقبض سن التكليف إلى قد يظل ماذا قشيش ما سقشيش دوري الظلرة ميزول في 20 سنة في 30 سنة في 40 سنة إلى قد يغرمك وين يعد أخطر متذين سلم تجري عليه أحكام الإسلام أذي غنفظ الكسر نغى المصلي يغفل يتسو ذاين
تروح تصلي تيغرم وقت قضاء. مازال تفاصيل ستارد في الموضوع. جاوم ثلويث أرثي مليليث سلام ربي فلام.